أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في درس جديد من كتاب المسار الاجتماعيات للمستوى السادس ابتدائي. إذا اليوم أحبتي الصغار عندنا حصة التربية المدنية. الدرس الأول تحت عنوان أحترم القوانين، الحرية والمسؤولية. أعيد، عندنا أول درس للعنوان ديالو هو أحترم القوانين، الحرية والمسؤولية. إذا أتعرف أهداف تعلمي، أتعرف الحرية والمسؤولية مقارنة بالحق والواجب من خلال أمثلة، ثم أدرس حالات تعبر عن العلاقة بين الحرية والمسؤولية، المدرسة واستعمال طريق احترام الوقت مثلا، ثم أستنتج خلاصات أوظفها لاحقا في ميثاق قسمنا واستعمالنا للمرافق العمومية. أحسنتم أحبتي الصغار. إذن أمهد لتعلمي. لقد اكتسبت من تعلماتي السابقة كيف أعي حقوقي وواجباتي وأمارسها في علاقة بذاتي وبالآخرين وبالمحيط الذي أعيش فيه، والآن سأنمي وعي بحقوقي وواجباتي من خلال الربط بين حريتي ومسؤوليتي أمام القانون الذي ينظم عيشنا المشترك. كيف يكون احترام القانون سبيلا للتوفيق بين حريتي ومسؤوليتي؟ إذا كما تلاحظون هنا لدينا الفيلسوف المفكر الفرنسي جان جاك روسو يقول لا حرية دون مسؤولية. إذا هذا الشيء غادي تفهموه انطلاقا من شرحنا للدرس. أحسنتم. إذا أحبتي أبني تعلمي، عندنا اليوم الحصة ديال اليوم غتكون حول النشاط الأول أتعرف الحرية والمسؤولية مقارنة بحقي والواجب من خلال أمثلة. أعيد، النشاط ديال اليوم غيكون النشاط الأول أتعرف الحرية والمسؤولية مقارنة بالحق والواجب من خلال أمثلة. أحسنتم. إذا هنا عندنا وثيقتين، الوثيقة الأولى ثم الوثيقة الثانية. إذا الوثيقة بعنوان كلمات ومعاني، كلمات ومدى ومعاني. أحسنتم. إذا نقرأ النص. لا وجود لحرية من دون قوانين، ولا وجود لمكان يكون فيه الشخص فوق القوانين. الحرية بالقانون هي أن يعترف الإنسان بحدود حريته وبحدود حرية الآخرين، والمسؤولية هي ميزة من هو مسؤول، شخص يتمتع بإرادة حرة يسأل عن فعله ويتحمل نتائج فعله. إذا نعيد قراءة النص، استمعوا إلي جيدا. لا وجود لحرية من دون قوانين، ما كايناش حرية من دون قوانين، ولا وجود لمكان يكون فيه الشخص فوق القوانين، يعني ما يمكنش حد يكون فوق القانون. القانون كما نقول دائما فوق الجميع. أحسنتم. الحرية بالقانون هي أن يعترف الإنسان بحدود حريته، يعني الحرية داخل القانون هي أن يعترف الإنسان أو الشخص بالحدود ديال الحرية دياله وبالحدود ديال الحرية ديال الآخر. أحسنتم. المسؤولية هي ميزة من هو مسؤول، هذه الميزة هذه ديال من هو مسؤول، شخص يتمتع بإرادة حرة يسأل عن فعله ويتحمل نتائج فعله. أحسنتم. نعدنا الوثيقة الثانية. الوثيقة الثانية عنوانها خطاطة لتوضيح علاقات. أعيد، خطاطة لتوضيح علاقات. علاقات ماذا؟ علاقة القانون بالواجبات والحقوق والمخالفات والعقوبات. إذا نقرأ الخطاطة. نعدنا القانون قواعد مكتوبة نلتزم جميعا باحترامها. تعريف مختصر للقانون. القانون قواعد مكتوبة نلتزم جميعا باحترامها. إذا القانون هي نصوص مكتوبة، نصوص مكتوبة كل واحد فينا ضروري يحترمها، يعني واجب علينا أننا نحترم تلك النصوص. ياك علاش؟ القانون كيعطينا حقوق، القانون كيعطينا حقوق، ولكن في مقابل لهاد الحقوق هادو علينا واجبات، علينا واجبات، وإلا ما درناش هاد الواجبات هادو كنوقعوا في المخالفات، وإلا وقعنا في المخالفات غنتعرضوا للعقوبات. إذا نعود،
القانون يكفل لنا أو يعطينا الحقوق، حقوق، ولكن مقابل هذا الحق هذا عندنا واجبات، وإلا بدرناش هذه الواجبات هذو كنوقعوا في المخالفات، وإلا وقعنا في المخالفات تنتظرنا عقوبات. نتمنى لكم تفهموا. إذا هنا عندنا كما كتشوفوا أسئلة، إذا أقرأوا النص ومعطيات الخطاطة ثم وحددوا معنى الحرية ومعنى المسؤولية، ووضحوا العلاقة بينهما وموقع القانون في ذلك، أرصدوا الأبعاد التي يشملها القانون وأشرحوا معانيها، ثم أستنتجوا لماذا ينبغي علينا احترام القانون. إذا انطلاقا من النص، تعريف ديال الحرية. الحرية بالقانون هي أن يعترف الإنسان بحدود حريته وبحدود حرية الآخرين. أحسنتم. إذا نعود، الحرية في النص هذا عندنا واحد التعريف. الحرية بالقانون هي يعني الحرية في إطار القانون، داخل القانون، هي أن يعترف الإنسان بحدود حريته وبحدود حرية الآخرين. أحسنتم. أنا هنا جبت لكم تعريف أدق، ياك. إذا الحرية هي اتخاذ جميع القرارات الشخصية التي تخص حياة الإنسان من الشخص نفسه دون إجبار أو ضغط من أي شخص، وتعتبر الحرية حقا من حقوق الحقوق التي تضمن العيش الكريم للإنسان. هذا تعريف مختصر وواضح لمعنى الحرية. إذا أعيد، الحرية هي اتخاذ جميع القرارات الشخصية التي تخص حياة الإنسان من الشخص نفسه دون إجبار أو ضغط من أي شخص آخر، وتعتبر الحرية حقا من الحقوق التي تضمن لنا العيش الكريم أو التي تضمن العيش الكريم للإنسان. أحسنتم. دابا نشوفوا المسؤولية. المسؤولية هنا النص عرفها أنها ميزة. ميزة من؟ ميزة من هو مسؤول، أي شخص يتمتع بإرادة حرة يسأل عن فعله ويتحمل نتائج فعله. أحسنتم. إذا صغاري، هنا المسؤولية كتبتها كما في النص. المسؤولية هي ميزة من هو مسؤول، أي شخص يتمتع بإرادة حرة يسأل عن فعله ويتحمل نتائج فعله. أعيد، المسؤولية ميزة من هو المسؤول، أي شخص يتمتع بإرادة حرة يسأل عن فعله ويتحمل نتائج فعله أو أفعاله. إذا أحسنتم. لنمر الآن إلى السؤال الموالي. أوضح العلاقة بينهما، أي بين الحرية والمسؤولية. إذا قرب شوية الكاميرا. أوضح العلاقة بينهما بمعنى الحرية والمسؤولية وموقع القانون في ذلك. أعيد، أوضح العلاقة بين الحرية والمسؤولية وموقع القانون في ذلك. إذا احنا كتبنا، إذا هنا كتبت أنا العلاقة بين الحرية والمسؤولية هي علاقة تكامل. أصلا فعلا هي علاقة تكامل. الحرية يعني تكمل المسؤولية، والمسؤولية تكمل الحرية. فلا حرية بدون مسؤولية، ولا مسؤولية بدون حرية. أما موقع القانون فهو فوق كل شيء، يعني فوق الحرية وفوق المسؤولية. إذن أعيد، العلاقة بين الحرية والمسؤولية هي علاقة تكامل. فلا حرية بدون مسؤولية، ولا مسؤولية بدون حرية. أما موقع القانون فكما نقول دائما، القانون فوق الجميع، يعني الجميع، يعني بصفة عامة الجميع. إذن فالقانون فوق كل شيء، أي فوق المسؤولية وفوق الحرية. أحسنتم. إذا السؤال الموالي، أرصد الأبعاد التي يشملها القانون وأشرح معانيها. إذا أرصد الأبعاد هي اللي هنا، هي اللي مذكورة في هذه الوثيقة هذه. الحقوق، الواجبات، المخالفات، ثم العقوبات. وشرحت لكم من قبل. إذا القانون يعني كيوفر لنا حقوق، ولكن إلا عندنا حقوق علينا واجبات. علينا واجبات. مثلا نعطيكم انا مثال هنا
الحق القانون وفرنا حق التعليم، يعني من حقي أن أتعلم، من حقي أن أدرس، من حقي أن أذهب إلى المدرسة، ياك هذا حق، من حقي أن أذهب إلى المدرسة. لكن هذه واجبات، شنو هما هاد الواجبات؟ هي مثلا احترام مرافق المدرسة أو احترام القانون الداخلي للمدرسة. مثلا ما خصناش نخسر المرافق ديال المدرسة، ما خصناش مثلا نهرسوا السراجم، ما خصناش نخسروا السبورة، ما خصناش نهرسوا الطابيلات. هذه واجبات، يعني واجب علينا أن نحترم ذلك القانون الذي وضعته مدرستنا، ياك. ولا مثلا خالفنا وما درناش دوك الواجبات كنوقعوا في مخالفات. مثلا الأستاذة ديالنا كتقيد لنا مخالفة وكتصيفطنا عند المدير، المدير كيحدد لنا العقوبة، ياك كيحدد هو العقوبة، فهمتوا دابا؟ إذا أرصدوا الأبعاد التي يشملها القانون وأشرحوا معانيه. إذا كما قلنا من بين الأبعاد اللي مذكورة فقط في هذا النص، اللي مذكورة في هذا النص في هذه الوثيقة، كاين الحقوق، واجبات، مخالفات، ثم العقوبات. أحسنتم. إذا دابا نمر للسؤال الموالي، أستنتج لماذا ينبغي علي احترام القانون؟ إذا أعيد، علاش خصنا نحترم القانون؟ علاش؟ إذا علاش ينبغي علينا احترام القانون؟ باش نعيش في سلام، حيت إلا احترمنا حنا القانون غنكون في مجتمع ناجح، العلاقات ديالنا في المجتمع تكون ناجحة، ما غنوقعوش في المخالفات وما غنتعرضوش للعقوبات، فهمتوا؟ إذا احترام القانون واجب علينا لكي يسود المجتمع السلام والطمأنينة والتعايش. إذا أنا كتبت لكم هنا لماذا ينبغي احترام القانون. يعتبر ترسيخ احترام القانون وغرس قيمه الأساسية أساسا في نجاح العلاقات داخل المجتمع. هذا استنتاج يعني بسيط. إذا يعتبر ترسيخ احترام القانون وغرس قيمه الأساسية أساس في نجاح العلاقات داخل المجتمع. أحسنتم. إذا صغاري الآن لنمر إلى الصفحة 119، الوثيقة الثالثة تحت عنوان سلوكات ومواقف. سلوكات وماذا؟ ومواقف. إذا هنا عندنا في الصورة الأولى ألف، تلميذ رفقة والديه في مكتب المديرة. علاش هو في مكتب المديرة؟ إذا نحن نشوفه المديرة شنو قالت لي، ستتعرض لعقوبة تأذيبية لأنك مارست العنف تجاه الآخرين. كما قلنا من قبل، المدرسة وفرت لي حق التعليم، إذا واجب عليه أنه يحترمهم، يحترم الآخرين. حفظك لهذا ما احترمش الزملاء ديالو، إذا وقع في مخالفة، ومخالفة يعني مشى عند المديرة، والمديرة قالت لي ستتعرض لعقوبة تأديبية، يعني صدرت عقوبة في حقه. علاش؟ لأنك مارست العنف تجاه الآخرين. إذا عندنا هنا صورة باء، العبث بمرافق المدرسة. كما قلنا هذا مخالفة، هادشي اللي داروا دابا هادو مخالفة، حيت علاش؟ المدرسة وفرت لهم حق التعليم، إذا من واجبهم احترام مرافق المدرسة. هادو لا قاموا بالعبث، يعني كتبها في الأبواب والجدران، إذا وقعوا في مخالفة، إذا هادو كتنتظرهم عقوبة تأديبية. إذا دابا غادي نمشيو للصورة جيم. هنا عندنا استعمال الهاتف أثناء الدرس. هذه التلميذة هذه كتستعمل الهاتف أثناء الدرس. إذا من ضمن القانون الداخلي لجميع المدارس هو عدم استعمال الهاتف أثناء الدراسة. علاش؟ حيث يلهيك عن الاستماع إلى الدرس. بحال هاد البنيتة هذه ما تفهم والو، هالأستاذة كتشرح هذه ملاهية مع الألعاب، إذا ما تفهمت حاجة. إذا هذه وقعت في مخالفة، يعني خالفت القانون الداخلي للمدرسة. هنا عندنا الصورة دال، تلميذة في مكتب المدير. إذا شوف شنو قالت لي، شنو دارت. المدير قال لها لقد أتلفت عمدا سبورة القسم، سأستدعي والديك لتعويض هذا الضرر.
لان هذه التلميذه هذه كما قلنا من قبل المدرسه ديالها وفرات لها حق التعليم، ولكن هنا هي شنو دارت؟ مشات تلفات السبوره هرساتها، ولا المهم اتلفات السبوره، المدير استدعاها حيت دارت مخالفه. المخالفه شنو هي؟ هي اتلاف السبوره. شنو قال لها؟ قال لها غنستدعي والديك لتعويض هذا الضرر. اذا العقوبه ديال هذه البنت هذه هي ان والديها سيقومون بتعويض هذا الضرر، يعني يا اما يصلحوا السبوره يا اما يشتروا وحده جديده، المهم انهم سوف يقومون بتعويض هذا الضرر. احسنتم صغاري، الان غادي نمشيو للاسئله. اذا الاحظ الصور واتعرف موضوعاتها ثم اصف السلوكات والمواقف. اذا هذا شرحناه، شرحت لكم السلوكيات والمواقف الممثلة فيها. اذا السؤال الثاني ابين فيها العلاقة بين الحق والواجب. اذا غادي نشوفوا شنو هي العلاقة او الرابط بين الحق والواجب. اذا صغاري العلاقة بين الحق والواجب هي، فالواجب فرض على كل انسان، يعني الواجب راه مفروض علينا، واجب عليك انك مثلا تحترم القانون الداخلي للمدرسه، واجب عليك انك تحترم اشارات المرور، واجب عليك انك تحترم المرافق العموميه عامه اللي كاينه مثلا في القريه او في المدينه، واجب علينا. اذا الواجب فرض على كل انسان يعيش في المجتمع. اما الحق فيجب أن يناله الأفراد داخل وطنهم أو داخل مجتمعهم. إذن الحق يجب أن يناله الأفراد، ضروري أن الأفراد تكون عندهم حقوق، ضروري أن الأطفال تكون عندهم حق التعليم. فهمتوا؟ هذا كمثال. إذن داخل المجتمع أو داخل الوطن، إذن هذا هو الفرق، أن الواجب فرض، أما الحق فيجب أن يناله الفرد. فهمتوا؟ إذن الواجب فرض على كل إنسان يعيش في المجتمع، أما الحق فيجب أن يناله الأفراد داخل وطنهم أو داخل مجتمعهم. أحسنتم. نمر الآن إلى السؤال الموالي، أربط فيها بين الحرية والمسؤولية. إذن أربطوا شنو هو الرابط بين الحرية والمسؤولية. إذن صغاري أنا هنا درت لكم تعريفين للحرية، هو هذا. فمثلا الحرية هي القدرة على الاختيار التي يتمتع بها الأفراد في المجتمع، أما المسؤولية فهي موقف الشخص للرد على الأفعال التي يختارها بحرية. أعيد، الحرية هي القدرة على الاختيار التي يتمتع بها الأفراد، والمسؤولية هي موقف الشخص للرد على الأفعال التي يختارها بتلك الحرية. صغاري دابا غادي نمشيو للسؤال الأخير في هذه الحصة هذه، أستنتج منها يعني من هذه الصور ما مدى احترام القانون وتطبيقه. إذا شنو كتستنتجوا معايا؟ إذا كنستنتجوا أن هنالك خروقات، يعني هنالك خروقات. فمثلا هاد التلاميذ هادو داروا خروقات في القانون، في احترام القانون الداخلي للمدرسة. إذا هذا الشيء اللي كنستنتجوا أن هنالك خروقات في احترام القانون وتطبيقه. أحسنتم. إذا أحبتي صغار، سلينا الحصة ديال اليوم، نتلقاو ان شاء الله في الحصة الماجية. ما تنساوش انكم تخليوا لي جيم الفيديو باش هكا يوصل اكبر عدد ممكن من التلاميذ، واللي ما مشتركش في القناة يشترك باش جميع الدروس توصلوا في الوقت المناسب. كذلك تفعلوا الجرس باش في وقت مدى الدرس يجيكم ان شاء الله دغيا. اذا دمتم في رعاية الله، الى اللقاء ان شاء الله في الحصة الماجية.